السلام عليكم. اليوم ان شاء الله المباشر لدرس النواس المارين لي بوندول إلاستيك بإذن الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اللايف كيتعلق بواحد الدرس نتاع الفيزيك اللي هو درس المتذبذبات الميكانيكية، وغادي ناخذ أول جزء منه وهي النواس المرير لي بوندول إلاستيك. إن شاء الله غادي نديرو واحد الملخص يكون مدقق، ما عادش غادي نديرو الدرس كامل، ولكن نديرو الأهم الدرس، يعني غادي نحاول باش نلخص الدرس. إذن غادي يكون إن شاء الله تطبيقات، غادي يبداو بالامتحانات إن شاء الله. امتحانات يعني النواس المرين تعطى في عدة امتحانات، غادي يختاروا واحد جوج امتحانات. وكذلك نتأسف البارح كان وقع مشكل في لاكونيكسيون، إذن هذا كاع راكم عارفين هذا المشكل، حنا كاع فيه ماشي غير أنايا، يعني تقريبا معظمكم راه عارف هذا المشكل. إذن نتمنى باش تعاونونا بالبصمة باش ما يتقطعلناش هذا اللايف. وهذا الدرس غادي يكون ان شاء الله بواحد الطريقه موجزه، غادي ندير الاشكال كامله نتاع النواس، نواس افقي ثم نواس راسي ونواس مائل بزاويه الفا. ان شاء الله ثلاثه نتاع الاشكال اللي هنا غادي ندرسوهم بثلاثه، ونوري التلميذ كيفاش غادي العلاقات اللي كاينين، ونذكروا واحد التذكير بشويه بطاقات اللي انني قريتهم في العام اللي داز، الاولى بكالوريا الطاقه الحركيه طاقه الوضع التقليه، غادي نذكرهم بهم العلاقات ديالهم، وكذلك العلاقات بالشغل الى اخره. نتمنى باش ان التلاميذ يكونوا وصلوا في الوقت المناسب ان شاء الله، التلاميذ في الوقت المناسب باش نبداو الحصه، باش حتى شي واحد ما يمشي يندع عليه الحصه ونبقاو نعاودوا. يعني من الاحسن نتجمعوا ونمشيو، ودائما وكنكررها ان كل يوم على الساعة الثامنة والنصف مساء فهو خاص للبكالوريا، يا إما درس يا إما امتحانات. يعني غادي نحاول نخدم غير الامتحانات والدروس موجزة بواحد الشكل بسيط باش التلميذ يقدر يسير معايا التمارين إلى آخره. وفي التمرين راك سبق البارح درناه، في التمرين كنعاود القاعدة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا ملخص هام. نتمنى باش أنكم تحاولوا تبعوني وتكتبوه، ونتمنى باش نكون عند حسن الظن ديالكم، ونحاول باش غادي انني نبسطو بواحد الطريقه بسيطه، وغادي نديرو الحالات كامله بالنسبه لهذا النواس المارين اللي هو البوندول الاستيك الى 3 بوزيسيون، هوريزونتال فيرتيكال اي بوي انكليني. اذا غادي نديرو نحاول ونترجم بالفرنسيه وباللغه العربيه باذن الله.
إذا حاولوا غير البصمة ما تنساوهاش باش ما تقطعناش اللايف الله يرضي عليكم، حاولوا البصمة أنكم نتأكد عليها البصمة، إذا اللي يدخل حاول يدير البصمة الله يرضي عليكم، البصمة البصمة الله يرضي عليكم باش ما يمشي لناش اللايف الله يرضي عليكم وما نلقاوش شي مشكل إن شاء الله تيكمل إلى آخر حصة إن شاء الله من الدرس النواس المرين. وهذا الدرس هذا كان مقرر اليوم باش يكون عندي ان شاء الله تصحيح لي الامتحان للدور هذوك زوج اسئله اللي بقاو في الاحتمال، ولكن لطلب المتزايد عن هذا الدرس النواسات او المتدبات. اذا هذا اول حصه وغادي نقسمه الى اجزاء، هذا يكون الجزء الاول من المتدبات الميكانيكيه، اذا النواس المرين هذا الجزء الاول، ثم الجزء الثاني غادي نجمع ما بين النواس البسيط والنواس الوزين، والحصة الأخيرة كتكون في النواس اللي لا تورسيون إن شاء الله لي بوندول سامبل إي بوندول بوزون سا سخا أون بارتي، إي بوي لا ديغنييغ بارتي سا سخا لا تورسيون إن شاء الله بإذن الله. تروا بارتي غادي نقسمو على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن نواس المرين، الجزء الثاني يتضمن كل من النواس البسيط والنواس الوزين، والجزء الأخير يتضمن إن شاء الله النواس اللي. إذن في هذه اللحظة غادي نقسموهم، وكذلك غادي كل نواس غادي ندخل في المتدبات زائد الطاقة، يعني كل نواس غادي نساليه ما بين النواس والطاقة كنجمعهم بجوج في درس واحد موجز بإذن الله. حاولوا غير البصمة، حاولوا بالبصمة باش ما يتقطعناش الله يرضي عليكم، حاولوا باش ما يتقطعناش البصمة باش ما يتقطعناش البصمة إن شاء الله. حاولوا بالبصمة إن شاء الله باش ما تقطعش. إذا حاولوا غير بالبصمة باش ما تقطعناش إن شاء الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى باش ما تقطعناش هذا اللايف، وتعم الفائده للجميع التلاميذ باذن الله، الجميع باذن الله. اذا حاولوا غير البصمه، اللي يدخل جديد السلام عليكم، اللي يدخل جديد يحاول غير البصمه كمساعده باش يبقى هذا اللايف. اذا نحاولوا بما امكن باش نبديو ان شاء الله، اذا نحاولوا غير البصمه اذا كمساعده باش هذا اللايف ما يتقطعناش باش ما يتقطعش. ونبداو ببساطة بتذكيرات في الأول بدي رابيل تذكيرات. غادي إن شاء الله فيما يخص الاحتمال غادي نرجع للتمارين جوج، أنا قلت بلي غادي نرجع جوج، ولكن بما أن الطلب كان متزايد عن النواسات وتقريبا الأغلبية نتاع المكالمات اللي جاتني خاصة بالنواس المارين ثم النواسات بأشكالها بربعة تاع النواسات. اللي عنده شي سؤال يتفضل يتفضل. أنا تفضل اللي عنده شي سؤال. هذا الجزء الثاني التالي ما قبل الأخير بالنسبة لي سونس فيزيك اللي النواسات، يعني هذا اس بي تي كذلك، اذا النواس المارين خاص لاس بي تي و بي سي و سونس مات كاملين. النواس المارين هذا خاص للشعاب ككل الشعاب العلميه للثانيه باك. كامل هذا الدرس عندكم، هذا الدرس النواس المارين لو بوندول الاستيك عندكم كاملين جميع الشعاب، شعبة المهنية، شعبة اس بي تي، شعبة بي سي، وشعبة العلوم الرياضية، يعني كاع الشعاب عندهم هاد الدرس. الشعاب كاملين عندهم البوندول الاستيك او النواس المرين كاملين. اذا غادي نحاولوا باش غادي نبداو باذن الله، اذا نحاولوا باش تجمعوا الى اخره باش نحاولوا ما يبقاش عندنا واحد باش ما نبقاش نعاودوا يدخل التلميذ عاود بقى الاسئله ونتعاودوا الدرس، لان ما هذا الرابي اللي غادي نديروه كنت سبق لكم في الاولى بكالوريا الطاقة الحركية طاقة الوضع الثقلية. والنواس قريتو واحد القاعدة قريتوها في الجذع المشترك،
اذا اللي استطاع باش ينشروا الاخوان اللي ما قدروش يتبعونا على اللايف ينشروا بطريقته، يعني اذا كان شي طريقه. اذا نحاولوا باش نشروه للاصدقاء ديالكم بشي طريقه. اذا غادي نبداو على بركه الله. اذا نحاولوا اللي عنده شي طريقه، كاين بعض التلاميذ ربما ما ساعدهمش الحظ او لا عندهم شي حاجه اللي انها كشتو على هذا الدرس، حاولوا الا قدرتوا توصلوا لهم بطريقه النشر، حاولوا تساعدوا مع الاصدقاء ديالكم، حاولوا باش تنشروه وتطبقوه وكاع الفائده تاعهم للجميع. اذا بسم الله على بركه الله، بسم الله بسم الله. اذا النواس المرين، اذا النواس المرين او لو بوندول الاستيك، غادي ناخذو في الاولى الشكل الافقي. اذا النواس المرين هو عباره عن نابض وجسم، عباره عن نابض وجسم. اذا النواس المرين ببساطه ان بوندول سامبل اي كومبوزي دان روسور اي دان كور. بالعربيه ان النواس المرين هو عباره عن نابض وجسم، يعني باختصار نواس مرين بوندول الاستيك، نواس مرين يساوي بطريقه بسيطه جسم زائد نابض، جسم زائد نابض. بوندول الاستيك سي تو سامبلومون ان كور بلس ان روسور. اذا في لو ترون كومان الجدع المشترك قرينا ان لا فورس القوة المطبقة من طرف النابض، إلا تعقلوا عليها أنها الشدة ديالها كنا نديرو كا في دلتا ال، هذا تذكير بالنسبة للقوة المطبقة من طرف النابض، كتسمى هاد القوة بشدة، هذه الشدة نتاع قوة الارتداد، قوة الارتداد لا فورس دو رابيل، لا فورس دو رابيل إيكالا كا كنا نسميوها الصلابة، يعني لا ريدور، صلابة سي ريدور، وقوة الارتداد سميتها لا فورس دو رابيل، فورس دو رابيل. إذن بالفرنسية أو بالعربية دلتا ال سي لا لونجمون أو الإطالة، الإطالة هي لونجمون، غادي نرسمها لكم. الإطالة سي الأرونجمون، لارونجمون، لارونجمون هي الإطالة. إذن انها التذكير قرينا ان القوه او شده القوه المطبقه من طرف النابض فتعبيرها هو الصلابه في دلتا دال، يعني ك في دلتا ال سي لا لا ليكسبريسيون دو لا تونسيون دو فورس دو رابيل ايغال لا ريدور فوا لالونجمون دلتا ال. اذا هذه كتذكير، تذكير فقط بالجدع المشترك، وغادي نخدموا بها ان شاء الله. إذن مور هذا غادي نديرو واحد التذكير وهي انرجي سينيتيك، انرجي سينيتيك الطاقة الحركية، انرجي سينيتيك أو الطاقة الحركية باللغة العربية. الحركية كنا نكتبو E C إيكال أن دومي فوا أم فوا لا فيتاس أو كاري، يعني الطاقة الحركية هي واحد على جوج أم في في أو كاري. إذن وطاقة الوضع التقلية، طاقة الوضع التقلية اللي هي الانرجي، انرجي بي بي او بي بي او بي بي ايغالا ام جي زد بلس لا كونستانت سي. هذا تذكير لان غادي نخدم به الطاقات، اذا غادي نبدا به في الدرس الاول باش ميبقاش عندي مشكل. أمورها الطاقة الميكانيكية، الإنرجي ميكانيك هي E P P زائد E C. إذن هادو ثلاثة خصكم أنكم تركزوا معايا فيهم لأن غادي نخدم بهم بزاف إن شاء الله. إذن الطاقة الحركية ثم طاقة الوضع التقلية ثم الإنرجي ميكانيك. إذن مور هذا غادي نجيو وغادي ندرسوا هاد الجسم او النواس المرين. اذن الى جردنا القوى المجموعه المدروسه قلنا هي جسم زائد نابض، اذن اول حاجه هي الوزن بي، الوزن بي
ثم بدون احتكاك تكون عمودية. هذا غندير له واحد الحصة ان شاء الله، فيديو اللي 5 دقائق ان شاء الله، باش نعرفوا كيفاش نرسموا قوة الاحتكاك، ثم القوة المطبقة من طرف النابض تي. إذن أن المجموعة خاضعة لثلاثة قوى: الوزن، ثم تأثير السطح، ثم قوة الارتداد. إذن بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بتطبيق ونابليكون لا دوزيام لوا، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. إذن القانون الثاني لنيوتن كنذكر به هو مجموع القوى اكستيريور إيغالا إم فوا أ جي، يعني الكتلة في التسارع. راه كاين عندكم واحد الفيديو درت فيه المدخل الرئيسي للميكانيك، عرفت واش هي أ واش هي في وإلى آخره. إذن هنايا عندنا ثلاثة قوى اللي هي بي و آر زائد تي تساوي إم في أ جي، لاحظ معايا في المتجهات. إذن كملاحظة حنا عندنا محور واحد غادي نسميوه المحور إكس إكس بريم. إلا درنا لا بروجيكسيون الإسقاط، لا بروجيكسيون الإسقاط على المحور إكس إكس بريم، كملاحظة بي و آر متعامدين. إذن بما أنهم متعامدين الإسقاط ديالهم غادي يكون زيرو، يعني بي عندها زيرو والآر غادي عندها زيرو، ولكن تي إلا لاحظتوا ملاحظة أن تي مع الإكس عندهم منحنيين متعاكسان. إذن في الإسقاط كنديرو ناقص تي تساوي إم في أ جي. إذن هنا زيرو مع زيرو غادي يمشي، وتبقى لنا ناقص تي تساوي إم في أ جي. إذن هنا بطبقنا القانون الثاني لنيوتن، خصنا نديرو المجموعة المدروسة ثم جرد القوى ثم تطبيق القانون الثاني لنيوتن، تخرج لنا ناقص تي تساوي إم أ جي. حنا قلنا تي تعبير نتاع تي، التعبير نتاع تي لقيناه في سانكيام اني، كتبوا لنا ان تي تساوي ك في دلتا ال. اذن بما ان دلتا ال هي في المحور اكس، يعني غادي نقدروا نكتبوها ك في اكس لانها متغير، وتصبح لنا المعادله اللي عندنا تولي لنا ناقص ك في اكس تساوي ام ا. الا في خلال الدرس السابق او الفيديو السابق رجع له ان ا هي الاشتقاق الثاني لاكس، الاشتقاق الثاني لاكس. الى قسمنا ان مع هذه الجهه وهذه الجهه غادي نقسموها على ام باش تبقى لنا الاشتقاق معاملها واحد باش تصبح معادله تفاضليه، غادي نقسمو هنا على ام وغادي نقسمو هنا على ام، غادي تصبح لنا المعادله ناقص ك على ام اكس تساوي اكس دو بوان. الى هذا جبناه منا غتولي لنا زائد ك على ام اكس تساوي زيرو. اذن الى التلميذ لاحظ معايا مليح ان هذه كتفكرك بواحد الدرس نتاع الرياضيات يسمى بالمعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه. اذن هذا تسمى، هذه هي المعادله التفاضليه، لان الاشتقاق وجود على شكل إيكغيك جوج شرطات زائد أ إيكغيك تساوي صفر، معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. إذن هذه هي المعادلة التفاضلية للأفصول إكس، للأفصول إكس. إذن هنا عندنا غي إكس وعندنا إكس. إذن بما أن هذه المعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية، فحلها يكون جيبيا، فحلها يكون جيبي. إذن الحل لهذه المعادلة التفاضلية هو حل جي بي، يعني الحل ديالها هي إكس تساوي إكس إم كوسينيس دو بي على تي زيرو تي زائد في. إذن حل المعادلة التفاضلية هو حل جي بي. إذن بما أنه حل جي بي، هذا كيحتم علينا استون لا سوليسيون ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام دوغري اي لا اون سوليسيون سينوسويدال، دونك حلها يكون جيبيا، وبالتالي فالحركه تكون مستقيميه جيبيه، فالحركه تكون مستقيميه جيبيه. اذا النتيجه بالنسبه لطبيعه الحركه، اذا الا كان السؤال يتعلق بطبيعه الحركه، بما ان المعادله التفاضليه كيكون الحل ديالها جيبي، هذا يعني ان طبيعه الحركه عندنا مستقيميه جيبيه. مور هذا اشنو غادي نديرو؟ خصنا نعرفوا المداليل
الفيزيائيه. يعني واش هاد ليكسبرسيون اكس ام دو بي سور تي زيرو في واش كيعنيو؟ اكس ام كتعني الوسع القصوي للحركه، كتعني الوسع لومبلوتود ماكسيموم دو موفمون، الوسع القصوي. هذه تي زيرو كتعني شبه الدور الخاص، شبه الدور الخاص. وفي التور عند تي تساوي زيرو، التور عند تي تساوي صفر. إذن هادو هما المداليل الفيزيائية. نعاود، إكس أم هي الوسع القصوي، دو بي تي زيرو، تي زيرو كتسمى بشبه الدور الخاص، وفي كتسمى بالطور عند تي تساوي صفر. دو بي على تي زيرو عندها رمز خاص بها كاملة، هذه كنسميوها أوميغا زيرو، وكتسمى بالإمبلسيون، النبض الإمبلسيون، النبض الخاص، الامبلسيون هذه النبض الخاص للحركة. إذن هذا هو المدلول، لا سينيفيكاسيون فيزيك دي زيكسبرسيون إكس أم دو بي سور تي زيرو بوي تي زيرو إي في. إذن هنا ستيميد هاد المصطلحات يكون قابضها وعارفها مزيان. إذن هنا إكس هي حل، هذه عندها جوج سميات. إذن الاسم الأول، هذه الاسم الأول ديالها هو حل المعادلة التفاضلية. إذن ما معنى هذه؟ ما معنى هاد الهضرة؟ إلا عطاك في السؤال أعطي حل المعادلة التفاضلية، كتب هذه كما هي، أو لا كتسمى بالمعادلة الزمنية للحركة، المعادلة الزمنية. إذن إكس تساوي إكس أم كوسينيس دو بي تي زيرو تي زائد في، هي عندها اسمين، إما هي حل المعادلة التفاضلية، أو كتسمى بليكواسيون أورير أو لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال، يعني عندها اسمين وهي واحدة هي إكس أم. إذن العلاقة اللي غادي نجبدها منها وهي أن تي بدلالة إكس أو شدة قوة تي، القوة تي المطبقة قوة الارتداد لا فورس دو رابيل، حنا قلنا تي إيكالا كا فوا إكس. إذن غادي نحولو الإكس بتعبيرها إكس أم كوسينيس دو بي على تي زيرو تي زائد في. إذن هاد التعبير هو إجابة عن سؤال، إلى قال لي مثلا حدد شدة قوة الارتداد عند تي تساوي عدد ما، غير تسمع أن عطاوك هما السؤال كيتعلق بشدة القوة في لحظة معينة، أنك أنت غادي أول حاجة غادي تكتب تي تساوي كا في إكس، تعبير ديالها تعوض إكس بمدلولها اللي هو إكس أم كوسينيس دو بي على تي زيرو تي زائد في، من بعد غادي تعوض تي بالعداد اللي عطاولك، وهنا نحدو شدة القوة عند هذه اللحظة. إذا نتمنى أنكم فهمتوا، إلا فهمتوا نزيد في الدرس، ولا ما فهمتوش ريد هنايا ونعاود لي عندكم شي اسئله، باش اننا خصنا نتعرفوا كانني دوك الدرس لابد خصني الاسئله ديالكم واش مفهوم. إذا نتمنى أنكم فهمتوا هذا الشيء. إذا هنا قلنا هذه خاصة عندما المطلوب هو تحديد شدة قوة المطبقة من طرف النابض عند لحظة معينة، غادي نخدموا بهذه القاعدة ونعوض التي بقيمتها وتكون شدة القوة الارتداد. إذا مور القوة الارتداد غادي يجينا أولا في تعبير l'expression de la vitesse، تعبير السرعة V. إذن حنايا في التعبير أو في المدخل تاع الميكانيك، V قلنا هي الاشتقاق بالنسبة لـ X اللي هي X بوان. إذن هنا واحد التذكير بالرياضيات، وهو كوسينيس أ تي زائد بي اشتقاق هو ناقص أ سينوس
AT زائد B و سينوس AT زائد B اشتقاق هي A كوسينوس AT زائد B. إذن pour déterminer K, je vais faire un petit exercice et pour te montrer que comment on détermine K, il y a beaucoup de méthodes pour déterminer K. Je veux vous montrer au moins 4 ou 5 méthodes. Il y a graphiquement et puis analytiquement. Inch'Allah, gadi kamlin, nbinhumlkum, bi'idnillah. إذن واحد دقيقة بالنسبة للأذان إن شاء الله. إذن فيما يخص كا أو الأسئلة نتاع الفرنسي غادي نعاود لهم. إذن هنا الاشتقاق نتاع إكس غادي نعوضو الإكس بما أن عندنا إكس أم عدد يعني دي إكس أم كوسينيس دو بي على تي زيرو تي زائد في على دي تي. إذن إكس أم فهي ثابتة. إذن هنا عندنا الحق نخرجوها. قاعدة نتاع الاشتقاق ألفا في إف بريم هي الفا في اف بريم يعني عدد في داله اشتقاق غادي نكتبوا العدد ونشتقوا غير الداله. اذا اكس ام غادي نخرجوها اكس ام في الاشتقاق نتاع كوسينيس ا تي بلس بي يعني الا هي دو بي على تي زيرو هي ا يعني هي ناقص ا اللي هي دو بي تي زيرو سينوس دو بي على تي زيرو تي زائد في. إذن هذا الناقص نديروها هنا وتولينا ناقص إكس أم دو بي على تي زيرو سينوس دو بي على تي زيرو تي بلس بي. إذن تعبير السرعة بدلالة الزمن l'expression de la vitesse en fonction du temps l'expression de la vitesse en fonction du temps. إذن نتمنى باش فهمتوا هذه باش نزيد واش نزيدوا أو لا نعاود شي حاجه الغموض. اذا دي اكس على دي تي اشنو درت؟ اكس عوضتها باكس ام كوسينيس دو بي تي زيرو في بما ان اكس ام عدد غادي نخرجو هنا وغادي نشتقو غير هاد الداله والاشتقاق نتاع هذا ها هو حسب القاعده الرياضيه يعني غير هنا دو بي على تي زيرو وهنا كاينه ا. اذا مور الاشتقاق نتاع في تعبير التسارع يعني تعبير التسارع التسارع ليكسبريسيون دو لاكسيليراسيون بالفرنسي التسارع ليكسبريسيون التعبير نتاع لاكسيليراسيون هي التسارع التسارع باللغه العربيه التعبير بدلاله الزمن اون فونكسيون دو طون. قلنا ا هي الاشتقاق نتاع في على دي تي وفي او لا هي الاشتقاق الثاني لاكس او لا نكتبو دي او كاري اكس على دي تي او كاري يعني ا هي الاشتقاق نتاع في او لا هي لانما في هو الاشتقاق الاول ونوليو نشتقوه يعني غادي يولي لنا الاشتقاق الثاني اما نكتبو الاشتقاق الثاني اكس
وفوقها نقطتين، أو لا نكتبوها دي أو كاري إكس على دي تي أو كاري. إذا الاشتقاق نتاع في غادي نعوضو في بالتعبير ديالها اللي لقيناه، هو إكس ناقص إكس إم على دو بي تي زيرو في سينوس دو بي تي زيرو تي زائد في على دي تي. إذن حنايا هذا عندنا عدد ثابت كونستون ناقص إكس إم، هذا عدد يعني غادي نخرجوه على برا، ناقص إكس إم دو بي على تي زيرو، هذا العدد. الاشتقاق تاع سينيس أ تي زائد بي، قلنا هي أ، أ هي دو بي على تي زيرو، والسينيس هو كوسينيس دو بي على تي زيرو تي زائد في. دو بي تي زيرو مضروبة في دو بي تي زيرو تعطينا ناقص إكس إم دو بي على تي زيرو أو كاري كوسينيس دو بي تي زيرو تي بلس في. إذن هذا القاعدة الأولى نتاع التسارع بدلالة الزمن، التسارع بدلالة الزمن. إذن هذا المشكل اللي كيطرح هنايا، خصك تحاول باش تبينو، تقدر هذا، تقدر تخلى على هذا ودير مباشرة الاشتقاق تاع هذا، تكتب دي في على دي تي وتعوضها. وأنا كنفضل انك تكتبه كامل باش تبان حتى انت في النظر ديالك ما تحرك حتى مرحله، باش تبان بانك خدمتها بطريقه بسيطه وراها سهله ماشي صعيبه، فيها هي اشتقاق تاع سينيس ونتاع كوسينيس. نتمنى تكونوا فهمتوني واش باغي نوصل. مور هذا السؤال هذا كيجينا التعبير نتاع شبه الدور تي زيرو، ومورها ان شاء الله غادي. اذا التعبير ليكسبريسيون التعبير نتاع تي زيرو اللي هو شبه الدور. إذن إلا لاحظت معايا أن لقينا هنا أ اللي قلنا هي إكس دو بوان، لقيناها ناقص إكس إم دو بي تي زيرو أو كاري كوسينيس دو بي تي زيرو تي زائد في. هذه غير دابا لقينا التعبير تاعها. إذن الملاحظة اللي هنا، شوف هذه وهذه اكس ام مع الكوسينيس، الى تلاحظ مليح ان اكس ام ونضربوها في الكوسينيس تعطينا اكس. شوفوا حل المعادله التفاضليه. اذا غتخرج لنا ناقص دو بي على تي زيرو او كاري، غادي ندير واحد القوس غادي نجمع الاكس ام مع الكوسينيس باش لنا الضرب تبادلي. عندنا الحق نديرو كما بغينا، ا في بي في سي، ولا أ في سي في بي، ولا بي في أ في سي، الضرب تبادلي. إذن إكس إم في كوسينيس هي إكس، وتبقى لنا ناقص دو بي على تي زيرو أو كاري، تعطينا هنايا تبقى لنا إكس. إذن السؤال السابق إلى عقلتو في المعادلة التفاضلية، لقينا إكس دو بوان، لقيناها هي ناقص ك على إم إكس، المعادلة تفاضلية. إذن هاد العلاقة واحد وهاد العلاقة جوج، اسكو بو ديدوير سيتادير واش تنستنتجو. لاحظ معايا إكس دو بوان، ها هي إكس دو بوان. إذن إذا كانت هادي إكس دو بوان وهادي إكس دو بوان، يعني هذا وهذا متساويين، ناقص والناقص غادي يمشيو، الإكس مع الإكس غادي يختازلو، تبقى لنا ك على إم يعني من واحد واثنان. نستنتج أن ك على ام تساوي دو بي على تي زيرو او كاري. اذن هاد العلاقه واحد وهاد العلاقه جوج، لاحظ معايا اكس دو بوان ها هي اكس دو بوان، بما ان هادو بحال بحال حتى هادو غادي يكونوا بحال بحال، والاختزال عندنا ناقص وعندنا ناقص غادي نحيدوها، عندنا اكس وعندنا اكس غادي نحيدوها، غادي يبقى لنا غي ك على ام متساويه مع دو بي على تي زيرو او كاري. في المات إذن العلاقات الرياضية مي كنحيدو أس إثنان كنديرو الجدر. إذن أستاذ نعم تفضل، تفضل أولدي، تفضل أبنتي، تفضلي السؤال. إذن قلنا رياضيا ك على إم غادي نكتب السطر الأخير دو بي على تي زيرو أو كاري. إذن مين غادي نقلعو الأس إثنان غادي نديرو الجدر، غتولي لنا على هذا الشكل جدر ك على ام ايكالا دو بي على تي زيرو.
إذن غادي نحاول نبسط هنا، غتولي لنا جدر كا على جدر ام. عندي الحق لان الاعداد هادو اعداد قيم فيزيائيه موجبه، الام قيمه موجبه والكا موجبه، اذا عندي الحق نفرق الجدر. اذا جدا الطرفين حنا قلبوا على التزارو، يعني هذا في هذا مقسوم على هذا، يعني دو بي جدر ام على كا ايكالا تزارو، يعني هذا هو التعبير بالنسبه لي تزارو، هو دو بي جدر ام على كا. دو بي جدر ام على كا هو تعبير التزارو. اذن هذا السؤال في النواس نتفكروا في جوج نتاع السؤالات، يعني هذه فوقاش نستعملها ونخدم بها. الى قالوا لي حدد ام الكتله او حدد الصلابه كا، اذن مثلا كان المطلوب هو كا، المطلوب هو كا او ديتيرميني لا فالور دو كا. غادي اون سي كو نعلم ان تي زيرو هي دو بي جدر ام على كا، اذن غادي نديرو الكل اس اثنان تي زيرو او كاري، هنا 4 بي او كاري ام على كا، المطلوب هو كا، اذن هادي غادي نطلعوها الفوق وهذا نهودوه لتحت، يعني تولي لنا كا هي 4 بي او كاري ام سير تي زيرو او كاري. اذا هنا كملاحظه نعاون بها التلميذ ان 4 بي او كاري ديما انها تقارب 40، وانت دير بلاصتها 40 باش ديك الماموريه سهله. اذا هنا نتمنى انكم تكونوا معايا في هذه اللحظه، وان التلميذ يحاول هذا الملخص، اذا من اللايف كمل اللايف يمشي يعاود له في الدار كذلك، يعاود له ونكتب به الدروس التمارين، مازال انني الدرس ما ساليناه. اذا مور تي زيرو غادي نمشيو دركي لاول تعبير اللي هي الطاقه الحركيه، الانرجي سينيتيك. اذا الانرجي سينيتيك او الطاقه الحركيه بالعربيه اللي هي او سي الطاقه الحركيه، اذا حنا قلنا قبيله قلت لكم التذكير بان او سي هي ان دومي ام في او كاري، اللي هي ان دومي ام، قلنا في هي الاشتقاق الاول بالنسبه لي لي اكس. اذا في عودنا هذا تعبير او سي بهذه الطريقه او تعبير او سي في هذه اللحظه. اذا خدتنا هنايا الاصل هو زيرو، اذا او بي بي ايكالا زيرو. اذا هنايا غادي نديرو الميبيان باش نجيب دوكا غرافيكمون، دابا رحنا مع او سي الى اخره، حنا داخلين في هذه الطريقه. اذا موراها الى كانت عندنا هنايا كاصل او بي بي ايكالا زيرو، هنا كتظهر واحد الطاقه حتى هي سميتها طاقه الوضع ولكن ماشي تقاليه، لان التقاليه عندنا زيرو. اذا غادي نسميوها بطاقه الوضع المرنه، يعني غادي نسميوها او و بي لينيرجي دو بوزونتور، هادي دو بوتونسيال يعني دو بوزونتور يعني نتاع الشده الثقاله، ولكن هادي غتكون انرجي دو بوزونتور دي لاستيسيتي يعني المرنه، طاقه الوضع المرنه، وتعبيرها هو ان دومي كا في اكس او كاري. شو التعبير نتاع هادي؟ اذا الطاقه الحركيه نعقل على التعبير ديالها هي ان دومي ام اكس بوان الاشتقاق، اما طاقه الوضع المرنه فهي ان دومي كا اكس ماشي بوان اكس او كاري. وخصنا نعرفوا بلي ان الاكس في الفيزيك ماشي هي نتاع الماط، هنا الاكس راها سيتون فونكسيون لانها تتغير بتغير الزمان، يعني ماشي الاكس تاع الماط مثلا الاشتقاق ديالها واحد، هنا الاكس بحال اللي راه عندنا اف في الفيزيك، بحال اللي راه عندنا داله اف او كاري، يعني ما غاديش تبقى ما تعطينيش زوج اكس، ما تعطيناش جوج اف، تعطينا حاجه اخرى غادي نديروها ان شاء الله. حنا قلنا لينيرجي ميكانيك، لينيرجي ميكانيك هي او سي زائد او بي او زائد او بي بي، اذا بما انها افقي و هو المرجع للطاقه الوضع التقاليه، اذا هذا غادي يكون زيرو وغادي تولي لنا غير او سي زائد او بي او، هذه لينيرجي ميكانيك. إذن مور هاد الطاقة الميكانيكية
غادي نمشيو دوك التعبير ديالها، التعبير نتاع الطاقه الميكانيكيه بدلاله اكس ثم الى اخره. اذا او ام قلنا هي او سي بشويه زائد او بي او. او سي هي ان دومي ام اكس بوان او كاري، زائد هذه هي ان دومي كا اكس او كاري. اذا عزيزي التلميذ واش لقينا التعبير تاع اكس بوان؟ لقيناه، ها هو غادي نكتبوه بلون مغاير، زائد لقيناه هو ناقص اكس ام دو بي تي زيرو كوسينيس دو بي تي زيرو تي زائد في. هذا التعبير نتاع اكس بوان اس اثنان. التعبير نتاع اكس قلنا التعبير بالنسبه لي اكس ك في، وما نساوش اس اثنان لانها راه اس اثنان. قلنا التعبير ديالها هو اكس ام كوسينيس دو بي تي زيرو تي زائد في. اذا هنا هنايا جبتنا سمحوا لي هو سينيس، الاشتقاق هو سينيس. اذا مين غادي نحول هذا الاس اثنان؟ غتولي لنا ندخلوا الاس اثنان نشرو ان دومي ام، هذا غادي يولي اكس ام او كاري، هذا غادي يولي دو بي على تي زيرو او كاري، هنا غادي يولي سينيس او كاري دو بي على تي زيرو تي زائد في. ان دومي كا اكس ام او كاري كوسينيس او كاري دو بي تي زيرو تي زائد في. الى لاحظتوا معايا دو بي على تي زيرو او كاري، هذه غنذكركم بها دو بي حنا بيناها على تي زيرو او كاري، لقيناها كا على ام، لقيناها كا على ام. اذا مين غادي نعوضوا هذه بكا على ام؟ الام مع الام غادي نختازلوا وتبقى لنا ان دومي كا اكس ام او كاري سينيس او كاري دو بي على تي زيرو تي زائد في، زائد ان دومي كا اكس ام او كاري كوسينيس او كاري دو بي تي زيرو تي زائد في. اذا لاحظوا معايا عامل مشترك اللي هو ان دومي كا اكس ام او كاري. اذا هنا عامل مشترك اللي هو ان دومي كا اكس ام او كاري عامل لي سينيس او كاري دو بي تي زيرو تي زائد في، زائد كوسينيس او كاري دو بي على تي زيرو تي زائد في. اذا بما ان كوسينيس اس اثنان زائد سينوس اثنان تساوي واحد، هذا يعني ان او ام ها هي التعبير ديالها ان دومي كا اكس ام او كاري. اذا هذا يعني انها كونستانت سا كونسيرف، يعني انها تنحافظ. اذا هذه البرهنه بالنسبه ل او ام او تعبير او ام، وكي نديرو نحسبوها من تشوف التعبير نتاع او ام، يعني هذا هو ان دومي كا اكس ام او كاري، ان دومي كا اكس ام او كاري، هذا هو البرهنه بالنسبه للطاقه الميكانيكيه. اذا الطريقه الثانيه وهي انني غادي نشتقو او ام ونحاولوا نجبدوا المعادله التفاضليه اللي جبدناها في السؤال الاول بقوانين نيوتن، غادي نجبدوها باستعمال الطاقة. إذن سوف نقوم باشتقاق كل واحدة على حدة حيث لنبسط الفهم بإذن الله. إذن هنا غادي نجيو نكتبو أسي اللي هي أن دومي أم إكس بوان أو كاري. إذن إكس بوان أو كاري أونتر بارونتيز إكس بوان غادي نسميوها كأنها نوضعو إكس بوان هي إف. إذن إلا شتقينا هادي غادي نشتقو هادي، تا هادي غادي نشتقوها، يعني هنا إكس بوان أو كاري إشتقاق بحال اللي عندنا إف أو كاري إشتقاق، اللي هي جوج إف فوا إف بريم، جوج إف إف بريم. إذن غادي نشتقو هنايا دي أو سي. إذن بما أن أن دومي عدد والأم ثابتة، الإشتقاق نتاع هادي قلنا هي جوج إف هي إكس بوان، والاشتقاق ديالها ديجا فيها بوان وغادي نزيدو لها بوان، يعني هذا الاشتقاق بالنسبه لهذا، الجوج مع الجوج نختازلو وتولي لنا ام اكس بوان فوا اكس دو بوان، ها الاشتقاق نتاع او سي. الاشتقاق نتاع او بي او، او بي او قلنا هي ان دومي كا اكس او كاري، يعني بحال بحال، غير هنا الداله غادي نسميوها اكس،
يعني الاشتقاق نتاع او بي او على دلتا تي هي واحد على جوج ك اف او كاري، هي جوج اف الاشتقاق نتاع اف، جوج مع جوج غتمشي لنا وتبقى لنا ك في اكس في اكس بوان. اذا لاحظ الاشتقاق يعني هنا الدوال اكس بوان داله والاكس داله، ونطبقوا عليها قواعد الاشتقاق اللي يتعلقوا باف او كاري. اذا اف او كاري ها هي مكتوبه، هي جوج في اف في اف بريم، هذا الاشتقاق بالنسبه ل اكس او كاري في الفيزياء. اذا حنا عرفنا الاشتقاق تاع او سي وعرفنا الاشتقاق تاع او بي او، اذا غادي نجي الطاقه الميكانيكيه وبها غادي نجبدوا المعادله التفاضليه من المنظور الطاقي. او ام هي او سي زائد او بي او، إذا غير اشتقينا او ام على دي تي هي الاشتقاق نتاع او سي على دي تي زائد الاشتقاق نتاع او بي او على دي تي تساوي، قلنا او ام ثابته، بينها بلي ان او ام ثابته، هذا يعني ان الاشتقاق ديالها هو صفر. دي او سي على دي تي لقيناه، الى عطلتو عليه ان لقيناه هو ام اكس بوان اكس دو بوان. الاشتقاق نتاع او بي او على دي تي هو ك في اكس دو بوان، اكس 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 بوان، ها هو الاشتقاق بالنسبة لهذه الدالة. إذا غادي نعملو بام اكس بوان، إلا عملنا بها تعطينا اكس دو بوان زائد ك على ام اكس. إذا بما أن الكتلة والسرعة تخالف زيرو، هذا يعني أن زيرو تساوي اكس دو بوان زائد ك على ام اكس. إذن ها هي المعادلة التفاضلية، باش جبدناها ماشي بقوانين نيوتن، ولكن جبدناها بقانون أو باستعمال الطاقات، واستنتجنا بأن الطاقة الميكانيكية تنحفظ في هذه الحالة. وهذا قلتو ديجا قريتوها، إن كلما كانت الاحتكاكات مهملة يعني ديكو لا رياكسيون انيجليجابل اون ان كونسيرفاسيون دو لينيرجي ميكانيك. إذن ملي تكون عندنا الاحتكاكات مهملة كتكون عندنا انحفاظ الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الكلية بإذن الله. إذن مور هذا غادي نديرو قاعدات لأن التلميذ خصو يعرفها، وهي هذه القاعدة اللي هي كتجلى في الشغل. إذن أن الاشتقاق الجزئي البارسيال هي تي في اشتقاق نتاع ال. إذن هنا اشتقاق نتاع ال باش دينا بواحد الطريقة بسيطة، إذن هاد تي قلنا هي ناقص ك في اكس في اي، لما غادي نختارو المعلم اكس او اكس وغادي نديرو اي. إلا لاحظتو من درنا النابض غادي نحاول نبعدو شوية باش يبان للتلميذ أن تي عكس إلى آخره، وهذه هي اكس في اي، هذه عندنا اكس دلتا اي دلتا ال، غادي نديرو خصنا نديرو دلتا ال باش تبان لكم الاكس، ولا كاع باش ندير لكم سهلة. حاول بما انها ما راهش باينه، حاولت باش نكتبها لتحت لان ما ربما ما بيناش مزيان. اذا هنا الشغل من ا نحو بي غير طريقه بسيطه بالبرهانه غادي نبينها لكم الا بغيتو، هي ك في الشغل نبينوه من احسن صنع ك إذن غادي نحاول الشغل نخليلو في الحصة ديالو بحدودو، كي غادي نزيدو حوايج خرين، وهي أنني نسيت باش نبين لكم التطور. التطور إذن هنا غادي تاخدو واحد أربعة نتاع المعالم باش نسهلهم بدا جوج هاهوما. إذن هنا الشكل الأول ثم الشكل الثاني، إلا حتى التلميذ هنا إكس وهنايا تي وهنا إكس وهنايا تي. إذن غادي نحاول التلميذ. إذن هنا الاختلاف اللي كاين أن هنا عند تي تساوي زيرو عندنا صورة إكس كتخرج لنا زيرو، وهنا نفس الشيء أن صورة زيرو هي زيرو، إكس تساوي زيرو. غادي نمشيو للمعادلة ديالنا، غادي نكتبها هنا لتحت بيناتهم، اللي هي إكس تساوي إكس أم كوسينيس دو بي على تي زيرو تي زائد في. إذن إلا عودنا تي بزيرو فاللحظة غتولي لنا إكس تساوي إكس أم كوسينيس إذن زيرو، يبقى لنا في
من هنا اشنو نستنتجو؟ يعني كي هنا كي هنا. اذا هنا غادي نستنتجو بلي ان الا كانت اكس تساوي 0 و اكس تساوي اكس ام كوسينيس في، يعني ان كوسينيس في ايكالا 0. يعني هنا اذا اللي عنده في ايكالا 0 الكوسينيس ديالو يا اما 90 يا اما ناقص 90، لان الكوسينيس داله زوجيه. يعني كي كوسينيس نتاع بي سيغ 2 كي كوسينيس ناقص بي سيغ 2. اذا بما ان هذا المنحه الموجب، يعني في غادي تكون موجبه، وفي التعبير ديالها غادي يولي اكس ام ناقص اكس ام سينوس في، لان احنا عندنا في لقيناها ناقص اكس ام 2 بي، بلا نزيدو هنايا 2 بي على تي 0 سينوس في، لان اكس ام لقيناها بحركه ناقص اكس ام 2 بي تي 0 سينوس 2 بي تي 0 تي زائد في. غادي نعوضو تي بالزيرو، غتبقى لنا هي هذه. بما ان في من حال موجب، هذا يعني ان بما ان هذا سالب خص يكون هذا سالب، يعني ان سينوس في خص يكون سالب، يعني في هذه اللحظه اف هي موان بي سور دو. في المثال الثاني نفس الطريقه، ولكن هنا عندنا في راه عندنا سالبه، هذا يعني ان سينوس في خص يكون موجب، يعني في خصها تكون بي سور دو. اذا هنا نفس المرحله حتى لهنا وفترقوا. المنحة الموجب يعني ان في تكون موجبه، اذا كانت في موجبه وبين التعبير ديالها هذا سالب، يعني خص تكون سينيس في تكون سالبه، بس سالب تكون هنايا سالب في سالب يعطيونا موجب. اذا كان في سالب، اذا في سالب وهذا عندنا ديجا سالب، هذا يعني ان هذا خص يكون موجب. إذن هنا موجب هي بي سور دو، هذه الحالة الأولى. إذن هذا التعبير واش نجبدو به؟ غادي نجبدو بعدا به إكس أم، يعني هذه هي هنا إكس أم، تا حنايا هذا هو الوسع القصوي اللي هو إكس أم. إذن ثلاثة نقاط أو كما يحلو لكم القمة هي التي زيرو أو الدور شبه الدور الخاص. إذن ها هو السؤال الأول بالنسبة لي في أو الحالة الأولى والثانية. إذن هنايا نكملوا الحصة الثانية، غادي نديروا فيها إن شاء الله النواس. إذن هنا غادي نحاول باش ندير لكم هذا الجزء، ما نكثرش عليكم بزاف. إذن باش الجزء الثاني غادي نزيد نكمل هذه ونكمل النواس الوازن إن شاء الله والبسيط في حصة واحدة. وكذلك غنزيد لكم حالتين باش نجبدوا فيه، راه بقات لنا جوج الحالات. إذن إلا بغيتوا غادي نزيدوهم. إذن غادي نحاول نزيدو جوج حالات نتاع في، نزيدو هاد الحالات الثانية نتاع في. إذن حالتين بالنسبة لي في، الحالة الأولى ها هي في. إذن غادي يكون عندنا الشكل الأول هو عبارة عن تاني، والشكل الثاني هو عبارة عن الإكس ديال، إذن هنايا تكون ناقص إكس أم، وهنا غادي تكون إكس أم، هنايا التعبير هو إكس أم. إذن هنا عند تي تساوي زيرو إكس هي إكس أم، والإكس غتولي لنا إكس أم، قلنا نعوضو غي في، يعني غادي نعوضو غي تي في المعادلة أو حل المعادلة التفاضلية اللي كتبناها إكس إيكالا إكس أم كوسينيس دو بي على تي زيرو تي زائد في، نعوضو تي بالزيرو. إذن غتخرج لنا من هنا نستنتجوب لأن كوسينيس في هو واحد، يعني في هو زيرو. إذن هنا لا، إذن هنا عند تي تساوي زيرو، عند تي تساوي إكس هي ناقص إكس أم، وهنا لدينا اكس هي اكس ام كوسينيس في، يعني كوسينيس في هي موانزا، يعني في هي بي. اذا هنا هادو هما الحالات الممكنه، كاين حالات اخرين ولكن الاغلبيه كتكون ما بين زيرو وبي سيغ دو وبي، ونتمنى من الله التوفيق في هذه. اذا التوفيق في هاد الجوج، هذا مور هذا ان شاء الله، مور هذا غادي نديرو. إذن درنا القوى، درنا كذلك إذن هنا الحالة الثانية، وهي غادي نخليها لكم من يكون عندنا نواس. غادي نذكركم غير بواحد قواعد قبل ما نديرهم، إذا كان عندنا نواس في هذه الحالة هو اللي غادي يكون في الدرس الحصة الثانية إن شاء الله، غادي نحاول ندير جزء مور جزء إذا كان مائل بحركة. من يكون مائل أول حاجة غادي نختاروا واحد المعلم، هذا المعلم غادي يكون هنا باش يجينا ساهل التلميذ. يجي المعلم هنا سهل، غادي نديرو اي جي هنايا،
ثم اي فهاد المنحه اي فهاد المنحه اذن غنديروا الاسقاطات بالنسبه لبي بي غتكون بحال هكا اذن غتكون عندها بي لي اكس وغتكون عندها بي لي ايغريك الى ان التلميذ لاحظ هنا الزاويه اللي غتكون عندنا هنايا الفا مع هذه اللي هنا هذه هي الفا لان طريقه سهله باش نبينوها هذا زائد هذا 90 وهذا زائد هذا 90 اذا هذا وهذا متساويين اذا هذه هي بي لي اكس غادي نحاول هذا المثلث اللي غادي نرسمو دركي غادي نحاول نهزو الفوق وندير له بحال الزوم باش نخدم به ونوريك واحد الطريقه باش نخدمو بها ديما ملي يكون عندنا مائل يعني كاع في الميكانيك شكل مائل الاحداثيات نتاع بي هاكي نديرو غادي نجبدوهم غادي نشاد المثلث غادي نهزو هنا وندير له الزوم باش شويه هنايا بي لي اكس هنا بي لي ايغريك هنايا بي وهنايا الفا هذه نصيحه ديما من تشوف مستوى مائل بزاويه الفا فان احداثيات بي في الاسقاط على او اكس والاسقاط على او ايغريك غادي يكونوا هما هذو اللي غادي نديروهم اليوم بي ايغال بي سينوس الفا اذا دائما بي لي اكس القيمه ديالها هي بي سينوس الفا وكوسينوس الفا غتكون هي المحادي على بي يعني ان بي لي ايغريك غادي تكون هي بي كوسينوس الفا مع اللي ما يعرفش هي بي هي الكتله في جي يعني بي كنعوضوها بام في جي اذا هذا ضروري باش التلميذ يكون عارفه ثاني حاجه اللي خص التلميذ يعرفها مزيان وهي ار غتكون عندنا عموديه لان الاحتكاكات مهمله تكون ار عموديه وكتجي فوق جي بالضبط بالنسبه للقوه الارتداد اللي هي تي غادي تكون عكس منحى الحركه اذا الى لاحظت ان تي غادي يكون عندها الافصول ولكن الارتوب ديالها غادي يكون زيرو لانها عموديه على الاراتيب اللي هو المحور او ايغريك اذا بالنسبه لتي وبالنسبه لار ار مي غادي ندير لها الاسقاط اذا نهرب الرياضيات الاسقاط غيخرج لنا ار وتخرج لنا زيرو بصح بالنسبه لتي في الاسقاطات غتكون ناقص تي وتكون زيرو بالنسبه للبي لاحظ معايا مزيان بي بي لي اكس موجبه لانها في نفس المنحى تاع اي ولكن بي ايغريك عكس منحى هذا كيساعدك عزيزي التلميذ مي غادي نديرو مثلا الاسقاط على المحور او اكس غادي نجمعو غير الافاصير يعني غادي نكتبو ار ناقص تي زائد بي لي اكس تساوي ام ا اكس ثم على او ايغريك غادي نديرو زيرو زائد زيرو زائد هنا عفوا هنا غادخل الزيرو ار اذا هنايا غادي نجمعو هادو نتاع الافاصيل وهادو بالنسبه للاراتيب اذا بالنسبه للاراتيب هنا غادي ننتهى باش الحصه الجايه غادي يكون هذا ان شاء الله ونزيد نطرق له المعرفه ونزيد ندخل له الطاقات الى اخره نتمنى انكم فهمتوني ونتمنى انني هاد التبسيط وقدرت وصلت لكم النص به اذا نرجو من الله سبحانه وتعالى يذهب علينا هذا الوباء علينا وعلى وطننا وعلى الأمة الإسلامية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمراجعة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم بإذن الله.